السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. النهاردة حلقتنا مميزة، فقرتين مختلفتين، فقرة شعرية مميزة وفقرة تانية هتكون مفاجأة بإذن الله. الفقرة الأولى معانا شعراء جمال جدا، شعراء بيبدأوا بطريقتهم، هنتعرف بيهم ونبدأ بالشاعر ياسر خالد. أهلا بك ياسر، عامل إيه؟ والشاعر توني عزت، ازيك يا توني؟ طبعا ما ننساش كريم كمال، صح؟ مش كريم كمال، كريم كمال. تمام، اهلا بيكم، منوريني. في البدايه نبدا بطبعا ياسر. ياسر كلمني ازاي بدات اخترت الشعر؟ هو انا بدات كتابه الشعر تقريبا مرحله الاعداديه، وكان ده ناتج عن واقع وحياه فيها بعض المعاناه. فده ناتج عنه انك بتعبر عن احساسك الكتابة، وانك مثلا معزول عن ناس كتير او واخد الكتابه دي صديق لي. صديق. طب ليه بتعبر بطريقه الشعر؟ يعني كتابه قصص، روايات، ليه اخترت الشعر؟ لانه اسهل واقرب، وانا حاسس نفسي المجال ده كويس. تمام. توني. توني بقى. كلمني ازاي بدات الشعر؟ ليه اخترت الشعر بالذات ككتابه ليك او القاء؟ وانا يعني بصراحه انا ما اخترتش الشعر، وانا حسيت ان انا مضطر ان انا اكتب. يعني مهما احاول ان انا ابعد عن الكتابه بلاقي نفسي ان انا برجع، بلاقي ان انا حتى في كلامي بوصفه بشعر. بدات بتكتب اللي هو ممكن ابقى بتكلم كلام عادي والاقي ان هو بيطلع فيه شعر، يعني كلام مكتوب بقافيه. ده جميل جدا، ده والله جميل جدا. غصب عني فتعودت بقى. فتعودت بقى. تكتب بقالك قد ايه؟ لا من زمان قوي، يعني تقريبا من وانا في رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي. ان شاء الله صغير انت بادئ كشاعر، بادئ بدايه كشاعر. يعني هو الكلام بقى. كريم. طبعا زي ما ياسر خالد قال، وياسر خالد قال، وتوني قالوا، وهما بدأوها وهما صغيرين. انت الشعر بقى بدأته ازاي؟ بدأت الشعر من اولى ثانوي. كانت طريقة انك تخرج كل الضغوط اللي جواك بشكل كلام. تمام. بتخرج الكلام الضغوط كلها بشكل كلام معين، تمام، بتعبر عن احساسك بطريقة كويسة. ممكن طريقة عادية الناس ما تسمعكش، طريقة تلاقيها حلوة الناس قريبة منها وبتيجي على ذوق الناس يعني. فبتشوف نفسك في كده. فانت لقيت نفسك في الشعر. لقيت نفسي في الشعر ومؤلف في غناية برضه. جميل جدا والله. نرجع تاني ياسر، عايزين نسمع قصيده بقى منك كده. سمعنا. سمعت قصيده على الغربه. اتفضل. اتفضل مايك. سنين الغربه مليانه حنين، والقصه ما هياش يوم ولا اتنين، ابسط سبب وهو ان عله هتشكي لمين، وانك بعد غياب بتحن لمين، لبيت العيله وناس غاليين ولا ارض ترابها بنور العين. فاكر بلدك ولا ناسي من السنين؟ يعني لمه الصحاب وشجر التين وزينه رمضان وجيران مشتركين. فاكر بلدك ولا ناسي من السنين؟ يعني لمة الصحاب وشجر التين وزينة رمضان وجيران مشتركين. راجع امتى وناويها لفين؟ بيت العيلة ولا شايل هم بيتين؟ كبر ابنك سايبه جنين؟ كم سنة في الغربة حفيت لاجل ما ترجع تبني البيت، لاجل ما تخرج من دايرة المظلوم وتداوي روحك من الهموم وترسم ضحكة تساوي جنون. تحريرك لازم له رسوم، يعني مثلا ما تبطلش تقوم، تصوم فيك القوة كل يوم، وانك ترضى بالمقسوم. شكرا. وانك ترضى بالمقسوم، الرضا هو اساس الحياة. ابدعت ياسر. توني مجهز بقى قصيدة دي. هو انا يعتبر يعني هي تعتبر رومانسية شوية، يعني رومانسي شويه مش قوي، يعني انا ماليش في الرومانسيه خالص. شكلك داخل على حزين. يعني الناس كلها، يعني انا ليه واحد صاحبي عامل لي فولدر باسمي، باسم ابن الكئيبه، انا اسف ياما غصب عني والله مش بيدي. نشوف بقى المايك. اتفضل. ما ينفعش من ايه؟ اتفضل عادي اللي تحبه. بس هي دي بتقول يا اللي انت ساكنه قلبي وانت بعيد. اتفضل معاك. احب اقول لك اني جبت قلب جديد عشان ولا ترجعي توحشيني ولا الشوق يزيد. انا بكره هحب جديد ونار عشق تانيه في قلبي تقيد. انا لسه بقول بكره هنساكي
لقيت عيني شايفاكي وانتي مش قصاد منها، اللي انتي كرهاني وانا بهواكي، شوفي لي حل في روحك اللي سكناني. انا لسه تمام، انا لسه بقول انا تمام، لقيتني بعاني، اللي انتي روح جوه روحي، سيبي قلبي في حاله وسيبيني وروحي. عشقك ده سر جروحي، طب ازاي تاخدي قلبي وتقولي وتقولي هتفرقيني؟ ما انا مش هسيبك، وغصب عن النصيب هكون نصيبك. لو مره فرقنا القدر هشوفك في السما القمر، وخيالك هيصاحبني في ليل السهر، واسهر انا والنجوم نكتب لك شعر. يلي انت غايبه وسايباني، ارجعي لي اصلك وحشاني. شفت الليل، شفت الليل من بعدك ملوش طعم، وكل القصايد حزينه، ببص على الورقه المسكينه لقيتها نزفت حبر من احزاني. فتريني مش لوحدي بعاني، من كام يوم سالني عنك كرسي في السيمة، ورجعتي وحشاني. كورنيش البحر من غيرك وحداني، وطعم القهوه متغير مش زي ما كنا بنشربها سوا، في كل مكان شامم ريحه برفانك طايره في الهوا. طب اعمل ايه، اعمل ايه؟ العالم رافضنا انساكي، بشوفك جنبي مع اني مش معاكي. شافتني العصفوره اللي سمعت صوتك وغنت معاه، كانت حزينه عشان صوتك مش سامعاه. عصفوره في مره شافتك زعلانه لغيابك، ما بالك بقى بقلبي اللي سبته قصاد بابك. انا واثق اني على بالك زي ما انتي على بالي، وان انتي مهما غبتي اكيد اكيد راجعالي. هو ده الحزين؟ ده رومانسي رومانسي. ده رومانسي رومانسي. لا مفيش كئيبة. والله أنا أحييك يعني، من ساعة ما بدأت البرنامج كمواهب ما كله نكد. أنت أول واحد يقول رومانسي. لا لا أبدع عجب بيك. أبدأ تاتوني. اتفضل بقى نسمع بقى يا كريم منك قصيدة. هتسمعنا قصيدة إيه؟ قصيدة بعنوان وعد مرفوض. اتفضل. إيه؟ ما عجبكيش في وعودي، ضحيت علشانك كتير وتشهد عليا كمانجتي وعودي. غنيت بصوت كروان، كان نفسي في مسك الختام، كان نفسي ترجعي وتعودي. نشرت اسمك على حبال صوتي، وهبت قلبي وما كانش فارق معايا موتي. عزفت على اوتارك ومشيت على اسوارك، ورميت نفسي جوه نارك وبرضه ما عجبتكيش وعودي. ناديت باسمك فوق جبل، كان نفسي اوصلك بكل السبل. طريق سيرك مشيت فيه خلاني اسيرك، واصبحت بعد ما كنت متخير مجبور، وبعد ما كنت صحيح بقيت مكسور. من فوق سورك حدفني الهوى ورماني، ما كنتش حاسس بحبك بس جمالك دوخني وعماني. كنت مخبي في قلبي بس خني وقالك لساني، ايه بس اللي جابني وايه بس اللي رساني. مريت على كل العصور، ايه بس اللي في عصرك رماني. مريت على البيض والسود كله بيت شبك، اللي همزت واللي غمزت واللي رقصت وفرحوا بورودي. ايه بس اللي جابني في عصرك، وايه وقفني قدام قصرك، وايه ما عجبكيش في وعودي. شكرا. ابدعت ابدعت يا كريم، ابدعت والله واحسنت. كريم ازاي واجهت الانتقادات؟ اكيد ما فيش حد ما بيواجهش انتقادات، اذا كان نقد سلبي او ايجابي. ازاي بتواجه النقد السلبي والانتقادات، وازاي بتتعلم من النقد الايجابي؟ هو دي ودي بتاثر على الواحد يعني. النقد السلبي ممكن، وبالذات النقد السلبي بيجي من اللي هو مثلا هتقرا دي الحاجه ما بفهمهاش، فانت تحاول ما تعرضش على اللي هو ملوش في الحاجه دي، هتعرض عليها اقول لك ايه يعني اللي انت بتقوله، ما اقدر اقول والكلام ده. في ناس يعني زي اصدقائي بتشجعني جدا، ده حلو جدا انت بتكتب لي عن كذا، لا ده جميله جدا يعني، فاهم، بيديك قوه انك تكمل. في ناس بتحبطك. فانا بواجه مثلا بكذا، ان مثلا كذا كذا ناس تيجي تقول لي زي اصحابي كده، يشتغل على نفسك كويس، زود بيشجعوك. تمام. دول بيدوني دافع قوي جدا، قوي جدا بكل طريقه. واللي النقد السلبي بقى بتواجهه ازاي؟ النقد السلبي ممكن ما اسمعوش اصلا، ولا كانك تاخده في ولا بال. لو هسمع لكل واحد نقد سلبي شكرا على كده، مش هكمل اصلا. صح صح، ده اكيد. توني ايوه، ازاي بقى بتواجه؟ انا شايف ثقه بالنفس ما شاء الله عليك. وانا يعني انا ما واجهتش انتقادات ياما يعني، لان انا الفتره اللي انا بدات اكتب فيها شعر، فانا كنت بقول يعني هم كانوا كلهم يعتبروا اصحابي، لان اي حد بتعامل معاه بعتبره صاحبي، فاللي هو انا ما بقلقش يعني. انا جايز لقيت لخبطه قدام الكاميرا عشان مش عارفه صاحبها يعني، مش هتكلم مع كاميرا. ف يعني ما واجهتش نقد ياما يعني. دايما اللي كان بيجي يواجهني بعيب كان بيقول لي ان في حاجه احلى يعني، العيب بيداريه حاجه احلى. يعني انت لو في حاجه مثلا كده حاجه تانية بتغطي عليها. فهي دي كانت تعتبر الانتقادات اللي انا واجهتها.
طيب. يعني اكبر انتقاد كان من والدتي يعني، بسم الله ما شاء الله. بس يعني هي كانت مصره ان انا حزين في قصايدي كلها. هو لا، وانا لغايه دلوقتي انا شايف رومانسي يعني، انا نفسي اسمعها قصيده ثانيه عشان ما قلتهاش قبل كده. هنسمع يجي كده الدور وان شاء الله هنسمع. تمام. ياسر، ازاي واجهت الانتقادات اللي جات لك كشاعر كبتكتب ككتاباتك؟ اكيد بتواجه انتقادات كده، ازاي بتواجهها؟ الانتقادات اللي واجهتها كانت عباره بس عن تفاجؤ الناس ان انا بكتب، لان فضلت مده طويله ما كانش حد يعرف ان انت بتكتب. مش يعرف. يعني كانت كتابتي لنفسي، فاتفاجئوا جميعا من الموضوع ده. على مستوى بقى الانتقادات، ما حدش لسه اصلا اتاحت لي الفرصه الكامله ان هو يشوف الكتابه بحيث يحكم ينتقد جميل او مش كويس. فان شاء الله الجاي احسن، وان شاء الله الانتقادات هنتعلم منها والدنيا تفعل قدام باذن الله. سمعنا قصيده يا ياسر. يا قصيده رساء. رساء؟ الاستاذ الراحل الله يرحمه. الله يرحمه. وانا بتكلم النهارده بلسان بلد، مش بلسان انا. بلد كامله حزين عليه. هو الموجود حاليا بالصوره هنا. وزي ما هو متفرج للمشاهدين. استاذ رضا. استاذ رضا حميد الطومي. قريه دفره طنطا محافظه الغرب. المدرس ازهري يوم. الله يرحمه. يعني كان خير فوق الوصف صراحة يعني. خير جدا. حتى الأجر بتاع الطلبة في ظل احنا عارفين طبعا المدرسين الخصوصيين وأجرهم العالي. كان هو ياخد تقريبا في التوقيت ده 30 جنيه، 30 جنيه دول أصلا في الوقت ده 15 جنيه للأفعال الخيرية. والباقي دي هو، ودي حاجة ما بتتكررش. متكفل بالأيتام، كان دايما أي حاجة خيرية تلاقيه موجود. لذلك لما ربنا يعني افتكروه احنا كلنا زعلنا عليه. الله يرحمه. انا كتبت فيه قصيده، سواء لو فيها حاجه يبقى تقصير مني او فيها كلام هو مش مبالغه، حقيقي الكلام ده موجود في الاستاذ رضا الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضل يا اخي ياسر. كلام اللي جاي اقوله كله حزين، والقي السلام على الراحل الامين، وتردد ورايا كل البلد وكل الدعوات نقول امين، وقول له غايب عننا بس احنا مش ناسيين، كل واحد ليه ذكرى جميلة منك شايلها لك في قلبه طول السنين، وكل طالب خد النصيحة منك صاينها لو حرفين، منين نلاقي حد بصفاتك فين؟ مدرس فيه من صفات الصحابة والمرسلين، كان كل سعيه ما يسيبش الأيتام محرومين، ويكبر بخاطر كل محتاج مسكين. رضا حميدة زي دكتور مشالي والباقيين، ناس اتولدوا لاجل ما يبقوا صادقين، ويعيشوا حياتهم سند للمحتاجين، وان غابوا بكسادهم في قلوبنا محفورين. اصعب حاجه ممكن نواجهها لما نحكي عنك نقول كان. طب ده انت كنت ياما تقول ان الخير باقي لاخر الزمان، مش كنت انت فينا الخير؟ اديك رحلت عنا وان الاوان، لجوانا قصص وروايات تتحكي طول الزمان. عارفين انه مش بايدك، بس كان نفسنا تعيش سنين، وتعلم حد منا يصون الوعد دين، ويكرر جزء من نجاحك وياخد ايد المحرومين، ويعلم كل ساعي يسيب الاثر ليوم الدين، وانه لما يرحل تبكي عليه بلدنا كبار وصغيرين، ويكون في الجنازه عدد يفوق اللي في البيوت قاعدين، واللي ما جاش الجنازه من مكانه يقول امين. بكائي عليك مش هيرجعك لو بكيت عمرين، بس لو دموعنا ما تنزلش عليك تنزل لمين؟ كلنا بنردد يا استاذ رضا في الجنه يا رب العالمين، اللهم امين. شكرا. الله يرحمه يا ياسر. اكيد هو دلوقتي لو كان موجود كان هيكون فخور بيك. كفايه انه طلع شخصيه جميله زيك وانك تفتكره كده، ده حاجه كبيره جدا. الحمد لله استاذ رضا في قلوبنا دايما. اكيد طبعا البقاء لله وربنا يرحمه ان شاء الله. هو دلوقتي في مكان احسن منا، واكيد هو سعيد بوجودك ونشوفك كده. الحمد لله استاذ رضا، ليه فضل كبير علينا، ربنا يبارك. امين يا رب العالمين. اتنين توني. توني هتسمعنا قصتي ده يا توني. انا بصراحه هتكلم على الاكس. بصراحه عشان معلش انا عايز ابين لهم ان انا دمي خفيف، عشان هي مش مقتنعه ان انا حزين. حزين لان هي بتسمع ايام حاجات حزينه. طيب بس ايه الاكس كان انسان طيب كويس برضه، انسان جميل برضه، واحنا برضه مش هقول حاجه غلط يعني. طيب اتفضل يا ياسر. اتفضل يا توني. القصيده دي بتقول الوحده، وده
وما دام ما قلنا على الوحده فاكيد اكيد في واحده، والوحده الوحده هي المعنى الكامل لغيابك. وإن عجز وانا لسه شاب، فسيب قلبي برساله على بابك واقولك ان الوحده وحده قلب، وانا قلبي كلب، قلبي كلب وحيد وانا بدونك، ناقصني الطله في عيونك، ناقصني الوقت، ناقصني الوقت وانتي مش جنبي، الذنب مش ذنبك، الذنب ده ذنبي، قلتي انك ماشيه ومشيتي بس انا شلتك في قلبي ولسه فاكرك، لسه فاكرك برغم المسافات البعيده، لسه برضه انت الوحيده اللي في غيابها غلاوتها تزيد، وفي بعدي عنها انا ببقى وحيد، فانا مش همثل، فانا مش همثل واقول نصيبي حد تاني او اتحجج بالظروف، لانك لسه يا حلوه سكناني وكل اللي عدوا من بعدك ضيوف، كان بينا قصه وحدوته ياللي انت اجمل بنوته، سبتي في عينيا صوره ليكي وسبتي روحي في يوم فراقنا مربوطه متعلقه، ياللي انت قلبك قلب قاسي، كان حب ده كان حب ده ولا مشنقه، وانا كنت راضي بوحدتي، انا كنت راضي بوحدتي، بونس نفسي بقهوتي وامسح بايديا دمعتي واستر مشاعري وداري ألمي من الفراق واكتب في شعري اما انت ناويه على البعاد، كان لازم يعني تقربي، كان لازم يعني تقربي وبعد فتره تهربي، شفتيني جدع وطيب فانت قلتي تجربي، طب بصي يا حلوه، بصي يا حلوه، بكره يجي وتخسري ويمر الوقت وتتحسري على شخص ضاع من بين ايديكي، كان فريش لك قلب ورد تمشي فيه تتمختري، كنت ساكنه ليل خيالي عماله تروحي وتيجي على بالي تتغندري، كنت فاكرك يا حلوه ست عقله وطلعتي عايزه تتبخري، وبقيتي شايفاني انتصار بعد ما كنتي حابه تخسري. خسرت واحد جميل زيك يا توني، والله ابدعت انا كنت قلقان قلقان من القصيده. كريم، ايه يا كريم؟ اتمنى ايه يا كريم؟ قصيده حب مزيف. اتفضل يا كريم. حب مزيف واكس و جاي انت نكدوا علينا صح؟ لما نكدت هي حلوه، هي الطريقه الكوميديه حلوه. اتفضل. تمام، اسمعها يا كريم. حبك الدافي ما كانش كافي اني اسامحك، عادي رسمتك سنين وانتي في لحظه خفيتي ملامحك، الرحيل بدون اعذار موت الانتظار، مشيتي بدون انذار وجايه تقولي سامحني، انا مش مقرر ولا درس خصوصي ولا داخل على مرحله ادمان، وانا بعيد عنك حاسس قلبي في امان، ياك فاكراني هبكي واقول ارجعي، انا اصلا هجيتك حتى اسمعي، مشيت معاكي كانك صنم، مش ناقص غير اقدم لك كرابين وابوس ايديكي واطلب منك امنيات واطوف حواليكي، يا قلبي يا طيب صورتك منشوره في الصحف، كنت انسان وخنوك شويه تحف. شكرا. ابدعت. لا بس القصايد بتاعتكم جميله ما شاء الله، يعني مش حزن قوي، لا انتوا بتناقشوا كذا قضيه. بلاش يا يوسف لو حابب هفق. لا خلاص خليك لو حابب اقولها. ايه اللي هي؟ بتقول قصيده انا مش علاء الدين مثلا، واحده خطيبته مراته مزيفه عيشته فطريقه حلوه. كده احنا خسرنا جمهورنا من النساء كلها. احنا كده نخسر، احنا فكره حلوه جدا والله. لا لا والله بطريقه حلوه جدا. اعزائي المشاهدين كانت حلقه جميله منكم. قبل ما نختم فقرتنا وحلقتنا، كريم كلمه شكر للناس اللي وقفت جنبك ودعموك وشجعوك انك تكمل في طريقك. والله الناس دي يعني بشكرها جدا، لان هي اللي ساعدتني مثلا ان اوصل لمرحله في اللي انا بكتبه. انا كنت لسه بكتب جمل، مجرد جمل، فلما تكتب جمله واحد يقول لك كمل كملها اكتر والكلام ده ويشجعك، فده لي فضل كبير عليها جدا مش هنساه طبعا. اكيد طبعا. توني، وانا يعني انا قبل ما اشكر الشخص اللي انا قلت اول قصيده عشانه بقول له انا اسف ان انا اتلخبطت فيها لانه كان حابب يسمعها، فانا عايز اشكر والدي ووالدتي ربنا ان انا تعبتهم ياما بصراحه. ربنا يخليهم لك. يعني انا اسف بصراحه. هما اللي كانوا واقفين جنبك وبيشجعوك على هما كانوا بيشجعوني جدا، يعني حتى لو باي حاجه بسيطه بس بالنسبه لي كانت بتبقى حاجه كبيره. يعني ربنا يخليهم لك يا رب. ياسر، كلمه شكر طبعا المدرس بتاعك، اكيد كل شكر ليه طبعا. هنسب كل حاجه وكل خير وكل حاجه استحضرت جوايا للاستاذ رضا الله يرحمه. الله يرحمه. الفضل عليا انا على المستوى الشخصي وكل اصحابي وكل اهلي كده.
ربنا يرحمه يا رب. هو من صغيرتي اللي هو فرحان بيك. شكر لاصحابي جدا واهلي جميعا ان هم من اول يوم قررت امشي في المجال ده وهم مساندين لحد ما جيت هنا. ربنا يخليهم لك وكمل في طريقك. اكيد استاذك ومعلمك اكيد هيكون فخور بيك طول ما هو شايفك بتنجح وشايفك اللي انت بتكمل في طريقك. اوعى تستسلم، اوعى تستسلموا. انتوا ليكوا طريق مبهر وجميل، وانتوا بسم الله ما شاء الله عليكم القائكم وكتاباتكم جميله جدا وليكم مستقبل كبير جدا ان شاء الله. بشكركم على تواجدكم معايا النهارده، انتوا كنتوا منوريني. وده كان ختام فقرتنا. اعزائي المشاهدين ما تروحوش لاي مكان، هناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني فقرتنا.